هاي، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جايبة قراءة عاطفية لبرج الميزان، راح احاول احكي فيها عن الاحوال العاطفية لك وللشريك، وراح احاول احكي كذلك عن العزاب. راح اعمل كذلك نبذة ولو شوي صغيرة عن كل ما يتعلق بالاحوال العامة لك يا برج الميزان، راح اخليها لاخر الفيديو. بدي اقول شغله كمان، على انه هذه القراءه تنطبق على البرج الشمسي والقمري والطالع، وفي امكانيه انه تكون قراءه عكسيه. اوكي، بالنسبه لك يا برج الميزان، عم شوف طاقتك فيها. ممكن مستمتع بالوقت اكثر، ممكن تستمتع بحضورك مع شريك. كثير عم يعطيك طاقه ايجابيه هذا الانسان. ممكن كتير عم شوفك إنسان وفي لهذا الشخص، وعم شوف كذلك على أنه في شعلة حب كتير قوية تجاه هذا الإنسان. أوكي، في كتير حب وفي كتير شغف بهذه العلاقة. ممكن للبعض تكون في انجذاب جسدي كتير عالي، أو عم تفكر أنه تعمل علاقة جسدية مع هذا الإنسان. للبعض بحكي، لأنه كل واحد ويعني معتقداته وعم كيف عم يفكر. بحكي كذلك على انه كأنه هذا الانسان هو الشخص اللي كنت عم تحلم فيه، كأنه التقيت بهذا الانسان اللي عم تحلم فيه، وعم شوف في كتير شغف وفي كتير انجذاب عالي بيناتكم. اوكي، عم شوفك كذلك للشخص الاخر عم يعيش كتير حب، وكتير عم يعني حاليا بيشعر بحب كتير كبير. عم شوفه لهذا الانسان كتير بحبك، كتير شغوف فيك كذلك، وعم شوفكم كأنه انتو في بدايات العلاقة. ما عم شوف انه في علاقة قديمة جدا، بس العلاقة لساتها ببدايتها. عم شوفه ممكن عندك طباية برج الميزان عم يتحمل هذا الانسان اكثر من، او ممكن بتكون تقلب المزاج. حاول انه تكون معتدل، لانه عم شوف هذا الانسان يريدك بشدة. عم شوفك كتير عم تحاول تتشافى من الماضي ومن جروح الماضي. كمان عم يطلع لي ورائي انه عم تتشافى من الماضي ومن جروح الماضي، لانه ممكن دخلت بكذا علاقة وكان الامر يعني عم يستنزفك وعم ياخد من طاقتك يا برج الميزان، واتعبك كتير. لما دخلت بهذه العلاقة حاولت انه تتشافى وانه تنسى كل الماضي. حاول انه ما تشرب كل ما مضى بالعلاقة الجديدة، عشان كل ما مضى بالعلاقة الجديدة راح يعني راح يفسدها. عم شوفه كذلك على انه هو بحبك كتير، بيحمل كتير مشاعر. في انا عم شوف في انجذاب كتير عالي بالعلاقة، عم شوفه منجذب اليك جسديا وشكليا، وكتير يعني عم شوف في انجذاب كتير عالي. ممكن هذا الانسان اللي عم تتحدثوا معه ممكن ما يكون بنفس بلدك، ممكن يكون ببلد اخر يبعد عنك كتير. كذلك عم شوفه لهذا الانسان كتير يعني نيته جميل جدا تجاهك، و بس ممكن يعني العلاقة بأوائلها، بس لسه تكون ما شفت عيوب بعض. اوكي، لهيك عم يطلع لي على انه في كتير ديفرنس، كتير يعني في كتير اختلافات بيناتكم. ممكن تكون اختلافات دينية، او ممكن تكون اختلافات هو عنده ثقافي، ممكن يكون جنسية مختلفة عن جنسيتك يا برج الميزان. في اختلافات كتير كبيرة، ممكن السن هو الاختلاف الكبير بيناتكم. وهذا اللي عم يطلع لي هو كمان كأنه هذا الانسان يكون برج الدلو، فارج جدا يكون برج الدلو هذا الانسان. عم شوف يعني بالمستقبل القريب جدا كأنه انت عم تستغله لهذا الانسان لشيء معين. ممكن عم تستغله مثلا انه ينسيك الحب الماضي. مثلا دخلت بهذه العلاقة بس لا تنسى الماضي او الحب القديم،
وعندك مثلا أشياء عم تشوفه بهذا الإنسان، رح تحاول رح تشفيك من الماضي. أوكي، عم شوفه ممكن يتعرض لصدمة، ممكن هو واخدك على أنه أنت كتير متعلق فيه ومحب فيه وكذا وكذا وكذا، ورح يتعرض لصدمة. ما بعرف شو تب يعني المشكلة اللي رح يحصل، بس رح شو اوكي. للبعض اللي عندهم علاقات جسدية ممكن تكون في ولادة، هيدي اللي رح يكون في يعني مشكل للبعض. انا عم طلعت عندي هذه الطاقة، وممكن تنطبق ممكن ما تنطبق. للبعض منكم ممكن تكون في علاقة جسدية، ورح يعني رح يكون فيها طفل او شيء من هذا القبيل، لانه عم شوف في صدمة تحصل لإلك وللشريك كذلك. حاولوا، لهيك بقول لك انه حاولوا اذا في شغف كتير كبير، او حاولوا يعني تهدنوا الامور. اوكي، هيدا للبعض. اوكي، بالنسبة ل يعني عم شوف لهذه العلاقة، عندك كل المقومات انه تنجح، انه تصيروا بمستوى كتير عالي ومتفاهمين، وفي طاقة كتير حلوة. عم شوفها كذلك على انه ممكن اذا انتم مبتعدين عن بعض ولا واحد عم يشوف الاخر، ممكن تكون في جمعة، او ممكن الاحوال هلا بكورونا كل واحد لحاله ما في لقاء، وممكن يكون في جمعة بشهر ماي وتلتقي فيه. بس عم شوف في غيرة كتير عالية، ممكن سبب رح تكون في غيرة وفي شك، وحاولوا انه تشتغلوا على هذه الامور عشان ما تخلوا العلاقة تسوء بيناتكم. بالنسبة كذلك للعزاب، عم شوفون في حدا شخص، او في شخص جديد رح يتعرفوا علي. كتير عم شوف انه الابراج عم يتعرفوا بهذا الوقت، عم شوفكن عم تتعرفوا على شخص رح يجلب لكم سعادة، او ممكن شخصية مرحة، شخصية رح تحسوها كتير مرحة وفيها حس فكاهة كتير عالي، ورح تجيب لكم مرح اكثر. اوكي، عم شوفها على انه هذه العلاقة ممكن تلتقوا مع هذا الانسان على الانترنت، او حدا ممكن يكون مختلف عنكم كليا، يعني ببلد وانتو ببلد تاني. وعم شوف على انه في كتير اشياء بالاول راح تخليك انه ترفض هذا الانسان انه يدخل بحياتك. عم شوفه هو يتقدم وانت عم ترجع لورا. اوكي، كان طاقتك انت واصحاب المجموعة الاولى برج الميزان، او حاليا انتو عم تبحثوا عن التوازن بالحياة. عم شوف في بدء بداية جديدة بالحياة، كأنه شخص ابتعد عنكم وانتو بدكم تبدأوا بداية جديدة. اوكي، تبحثوا عن التوازن. شخص، خاصة هالانسان اللي ابتعد عنكم، شخص بتحبوه، كانت في علاقة حب جميلة بيناتكم، بس عم شوف الامور باءت بالفشل، او العلاقة ما كانت جيدة بيناتكم. اوكي، انا عم شوفك عم تبحث عن توازن، عم تبحث عن استقرار اكثر بالحياة. اما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة، يعني اذا هي وردة، يعني هي بتعني كتير اشياء هالورقة، لمجموعة من الناس. الحبيب مش قادر يبعد عنكم، مش قادر يبتعد عن العلاقة، او في حب قوي بينك وبينه، في نوع من التعلق بالعلاقة. بس للبعض عم شوف انه هالانسان في خيانة، خاصة وخاصة عم شوف في خيانة جسدية
مع اشخاص اخر، يعني مع ناس تانيين هكا. بس وارد هو كما يظهر لي انه هو متعلق كتير بعلاقتكم، يعني انتو وياه متعلقين ببعض بشدة، مش قادرين تنسوا بعض. اوكي، عم شوف في تعلق شديد، وفي غيرة، وفي حب، وفي نوع من التملك بالعلاقة اكثر. اوكي، شابكين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض، وخاصة هو لما بيبعد عنك بحس بألم، مش قادر يبعد. اوكي، انتم مع بعض تتألموا لما بتكونوا مع بعض، وحتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا. التعب لما بتكونوا مع بعض، ولما بتفترقوا مع بعض في تعب. اوكي، يعني علاقة كتير صعبة. اوكي، عم شوف كذلك انت خاصة صاحب القراءة، عم شوفه من بعد هالفراق اللي عم شوفه بالتاروت، انتو عم بتحاولوا تكونوا سعيدين. اللي انا عم نطلع انه انتم تحدثون توازن بالحياة، هيدا اللي بيطلع لي. كذلك انت يا صاحب القراءة، عم شوفك حاليا عم تبحث عن اشياء تسعدك بالحياة، لانه العلاقة كانت جارحة جدا، وكان فيها خصام، وكان فيها زعل كتير قوي، وصرتوا عم تبحثوا عن حل لعلاقتكم أكثر. أوكي، لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ لموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء السلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة. كذلك حاليا عم شوفه بيحاول يعني ينسى الموضوع. حاليا عم شوف هالشخص بعزلة، وعم يتمنى كتير أشياء بالحياة أنه تتحقق، يتمنى أنه تكون العلاقة جيدة معك، بس يعني ممكن حاليا أنتم مبتعدين. إذا ما كان في ابتعاد جسدي، عم شوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة، في نوع من لأنه عم شوف العلاقة تأخذ منحة التعلق أكثر. الشيء السلبي اللي عم تشوفه أنت فيه، ممكن هالإنسان عم يهتم للعائلة أكثر ما يهتم فيك. هذا للناس المتزوجين، وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة. أوكي، عم شوفه اهتماماته أكثر تنصب للعائلة، وممكن حدا بالعائلة توفى له، في أشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالإنسان. وعم شوفه هذا الأشياء الإيجابية، عم شوفه شخص باور، يعني فيه نوع من ممكن يكون برج أسد، وفيه هيك طاقة نارية أكثر، لأنه عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجدي، وممكن يكون برج الأسد، وحتى القوس عم يطلع هون بالقراءة. عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية، شخصية مقدامة، شخصية هيك جميلة، عنده نوع من ال عنده انرجي، او عنده طاقة كتير هائلة، بيعمل كتير اشياء، وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة. اما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل ب ويعني عندك مشكل بعدم التوازن بالعلاقة، يعني انت ما بتعرف توازن العلاقة. انت شخص وهيدا بيبين لي هيك، انتم انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة. ممكن انتوا بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض، بصير هو يسأل عنك كل لحظة، يسأل عنك بأي وقت. ممكن انت عم تراقبيه بشدة، وهالأشياء انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة، في نوع من التعلق الشديد بالعلاقة.
هيدا عم يظهر لي هون. اما الاشياء الايجابيه عم نشوفك شخص روحاني، شخص متدين، شخص عنده عمق داخلي جميل. اوكي، بحب فيك هالشخصيه، وبحب انه عميق جدا، عندك نوع ممكن شخصيه انسانيه، عم تحب الخير للناس وهيك جميله. يعني هذا ينطبق على الرجل والمرأة. أوكي، كمان عم شوف أنا وخاصة نواياك أنت، عم شوف النية، بالرغم من أنه في زعل بيناتكم، في خصامات، وفي نوع من أنتم مش قادرين تبعدوا عن بعض، في نوع من بدك أنت، خاصة أنت بدك ترجعوا لبعض، تكونوا مع بعض، تكملوا الطريق، أكيد تضلوا مع بعض. أما هو حاليا عم شوف في حب وفي كل شيء، بس هو حاليا مبتعد، حاليا ما عم ينوي شيء، عم يفكر وأخذ وقت لحاله، ما عم يقدر، يعني ما رح يعمل خطوة للأمام. أوكي، عم يفكر بنسبة كبيرة، بفكر يعني هالإنسان بحبك، بس ما مشوف في خطوة للأمام. إذا أنت ناوية إنه تكون خطوة زواج، خطوة يتقدم لك، يعمل شيء لإلك، ما عم شوف أبدا بهالوقت، لا. بس أنا عم شوف إنه هالإنسان نيته جميلة، بحبك، بس هو مبتعد بهذا الوقت. حتى لو كان لساتكم بالعلاقة، هالإنسان بهالمرحلة واخد بوز، واخد وقت لنفسه، بده يشوف أولوياته، أو بده ياخد وقت يقرر، أو ياخد قرار حاسم. أوكي، يعني العلاقة هل فيها زواج او لا، حاليا عم ما عم نشوف، لسات رح تضلوا بهالمود تبع التعلق وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك. يعني اذا بعدتوا عن بعض ما بتقدروا، واذا ضليتوا مع بعض ما بتقدروا. بقول لك clear your space، يعني نظف محيطك، او نظف الهالة تبعك. يعني بقول لك هالانرجي تبعك او طاقتك انت اللي تحيطك، يعني الطاقة اللي بتحسها وبتشعر فيها انت، لازم ما تنقيه، لانه في نوع من المراقبة والشك والغيرة والتملك. هيدا كل شيء بيضر، يعني هالطريقة بتضر العلاقة اكثر ما بتنجحها. اوكي، انا عم لاحظ في نوع من الخلط بين الحب وبين التعلق والشك. يعني عم شوف كتير ناس اذا بحبوا بصيروا يتملكوك، لا من الرجل لا من المرأة، وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب، هيدي طاقة سلبية. اوكي، يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق فيه. اوكي، مثلا انا بحب امي، بس يعني ليس من المفروض ان تصير لإلي، تصير ملكي، يعني املكها، او مثلا اذا بدها تتزوج املكها، ما خليها. هذا نوع من الطاقة السلبية. اوكي، لازم تشيلوا فكرة انه تملك الشخص، هيدي طاقة سلبية، لانه ما عندنا الحق نملك اي حدا او اي حيوان او اي شخص. اوكي، لازم تعطيه حرية، لازم تعطيه طاقة او سبيس لإله. اوكي، كمان هون بيقول لك، عم شوف كمان هون في نوع من ال تعلق، وكمان هون بيقول لك لازم تشافي حالك او تشافي هالطاقة السلبية اللي انت عايش فيها. هكل الورق بيحكي على انه انت والشريك، لا احكي عنك فقط، انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة،
لأنه في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة. أوكي، هيدا كل شي طالع للمجموعة الأولى. بتمنى لإلكن الخير. ممكن هذا الإنسان بفكر على أنه يتزوجك، أوكي؟ بفكر على أنه يكون معك بشكل قانوني. هذا الإنسان بفكر أنه يتزوجك، بس ممكن أنت شوي مكبر راسك وشوي محابب، ممكن ما مقتنع فيه، ممكن محابب أنه مش بالشكل اللي أنت بتحسه أو الشخصية المثالية بالنسبة لإلك. لهيك عم شوفك كأنه حاول أنه توطي طاقة الإيجو تبعك أو الغرور، مش غرور هو بس الإيجو العالي. حاول أنه تعطيه فرصة إذا كان شخص مناسب، لأنه عم شوفه رح يعمل خطوة كتير كبيرة ليتقرب لإلك. ممكن أنت تتعامل مع برج جوزاء أو الشخص اللي أنتو رح يتقدم لكم أو رح يحاول يحكي معكم يكون برج الجوزاء، ويكون أبراج ترابية. و ممكن حتى يكون كذلك من برج الميزان مثلكم. بالنسبة للطاقات، عم شوف برج الميزان، عم شوف شوف برج التار، عم شوف برج الحمل كذلك عم يظهر بهذه القراءة. بس تقريبا كل الطاقات، أبراج ترابية، هوائية، نارية، ومائية، كتير طاقات عم شوفها. قراءة كتير فيها أشياء شوي هيك ملخبطة هذه القراءة. بما يتعلق بالعلاقات العامة، ممكن تعملوا شراكة بهذا الشهر، شراكة عملية مع شخص، ممكن تحتفلوا. عم شوف في احتفالات بهذا الشهر، عم شوف كذلك في اشتغالات بكل ما يتعلق بالتجارة. عم شوف في شركاء، في شركاء راح تلتقوا فيهم، ممكن بدهم شراكة، ممكن تكون حتى شراكة عملية أو شراكة عاطفية. راح تحاول أنه تتخذ قرار بهذا الشهر يتعلق بعلاقة معينة. راح لازم تاخذ، يعني لازم تاخذ قرار كتير حاسم، اوكي، بعلاقة معينة. ممكن حدا ما كان عم يحترمك او ما يعطيك قيمة كتير كبيرة، وانت راح تتخذ قرار تجاه هذا الانسان، اوكي. عم شوف في قرار راح لازم تاخده بهذا الوقت. بس عامة هيك عم يطلع لي. بتمنى لكم كل الخير.